عماد اسماعيل الفنان انت بتقوم بدور سيدني اخو تشارلي تشابلن، وبرضو ده شخص في الظل، يعني في الظل بالنسبة للناس، ناس عارفة بس تشارلي انما ما تعرفش انه رحلة حياته كان فيها شخصين مهمين جدا، امه وسيدني اخوه. انا سيدني حبيته جدا في البداية بصراحة، اللي سهل عليا ده احمد البوهي، اول ما قعد معايا قعد يشرح لي شخصية سيدني اكتر، عامل ازاي علاقته بتشارلي اكتر حاجة ايه. اشرح لنا اللي هو قاله لك. يعني قال لي بص، هو على القهوة قعدت معاه على قهوة الساعة 8 الصبح في المهندسين قال لي تعالى، وانا بصراحة كان في الوقت ده قلت له يا احمد انا خايف، لان انا يعني خايف ما اعرفش الحق بالبروفات وعندي شغل بره كتير والدنيا زحمة. قال لي معلش تعالى. احمد اعرفه من 16 سنة واول مرة نشتغل مع بعض يعني من خلال المسرح. فالمهم قال لي سيدني هو علاقته بتشارلي هو يعني زي الاب الروحي ليه، وهو موجود معاه على طول، وهو دايما اللي بيديله الباور، وقعد يحكي لي حاجات عنه كتير. وبعدين قال لي على فيلم كده اتفرج عليه، فيلم تسجيلي لتشارلي، فاتفرجت على شخصيه سيدني فيه. بعد كده حاولت ادخل اقرا على سيدني، ما لقيتش كتير قوي، فحاولت كده شويه اشوف، لقيت فيه فيديو كده لسيدني بجد وهو ممثل بيمثل في افلام زمان، وكان عامل شخصيه كده مجنون، عامل واحده ست، ولقيته هو ايه يعني موهوب جدا وعنده كده حاجه يعني حسيت ان هو كوميدي بالظبط ومجنون كده ولاسع. بس ان انا اشوف بقى الشخصيه دي بخلاف الكليشيهات اللي بنشوفها يا استاذه منى في روايات كتير قوي، ان يكون في اتنين اخوات فيهم اخ بينجح، وبالذات يكون الاخ الاصغر، فالاخ الاكبر يبقى عنده حته كده غيران شويه، وده بيحصل كليشيه كتير قوي في افلام بنشوفها او مسلسلات. فدي حسيتها دي مختلفه، حسيت ان لا سيدني بالعكس هو مش متضايق من ده، هو هيتغاضى عن موضوع التمثيل ويبقى ورا تشارلي ويبقى ماسك جزء الانتاج وهيبقى بيساعده في حاجات كتير قوي، مدير اعمال ودراع مدير اعماله بالظبط. حسيت ان هو متفاني جدا وحاجه جميله قوي، كان جزء مؤثر ومهم جدا في حياه تشارلي تشابلن. سامحني يا تشارلي، انا بس اول ما بفتكر اسم الفيلم بتنتابني الحاله دي. اسمه وحش قوي، مسيو فوردو. انا مش عارف انت ازاي اخترت الاسم ده. يضحك قوي يا تشارلي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.